لازم اروح لها. تروحي لها فين يا نصر؟ اكيد خطر عليكي جدا. ايوه انا كمان شايفه كده بصراحه. عايزين نعرف مكانها وايه. افضل ساكته. شاهيناز ممكن تروح لها وتقتلها. دي وليه مجرمه. خلاص هاجي معاكي. انت عارف مكان الشاليه؟ عارف. طب يلا. رؤية 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 تكسر بيت حسن. بعدي بعدي. انت كويسة؟ عملوا فيكي حاجة؟ عملوا فيكي حاجة؟ ردي. ماشي. ايه رأيك في المفاجأة دي؟ حلوة. حس انها مفاجأة فهي مفاجأة، ومنحس انها حلوة فهي حلوة، وانا احب المفاجآت الحلوة. بس انا بقى بصراحة مش عارفة هي مفاجأة لمين بالظبط. فين الذهب يا مصر؟ واوعي تقولي لي معرفش. وربنا الذهب معايا. لو ربنا الذهب معايا. برافو، كويس قوي كده. نقدر نعمل ديل. مفيش أي ديل هيتعمل. كده يا يحيى؟ بتعض الإيد اللي اتمدت لك؟ لا، ما هو أصل يحيى بيتكلم بلساني. يعني مش فارقة معاكي أختك؟ نصرة مالكيش دعوة بيا. ما تدخليش نفسك في مشاكل بسببي. اسكت يا بنت خالص. ما هو لو في حد هيخش في مشاكل أكيد مش أنا. ياه، هو أنا ما قلتلكيش؟ أصل أنا قبل ما أجي على هنا بلغت الحكومة، قعدت أصوت وأعيط، وقلت لهم أختي مخطوفة في الشاليه ده بتاعك. فأنتِ ما عندكيش غير حل من الاتنين، يا إما نقعد كلنا هنا بربطة المعلم نستنى الحكومة، وساعتها هتبقى لابساكي لابساكي، يا إما تسيبيني أمشي أنا وأختي ويحيى، ويبقى يا دار ما دخلك شر. ها، قلتي إيه؟ أنتِ كدابة. خلاص نقعد بقى ونستنى ونشوف مين كذاب ومين صادق. متديني يا اخويا من اللي بتقشره ده. بديش حاجه لحد. بارد.